السلام عليكم. اعتقادي بأن القرارات التي صدرت اليوم المتمثلة خصوصا في تأجيل الانتخابات وعدم ترشح رئيس الجمهورية إلى عهدة خامسة هو انتصار جزئي للحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر منذ 3 أسابيع. ولكن أريد أن أقول بأن مطلب الجزائريات والجزائريين لا يتمثل فقط في تأجيل الانتخابات وعدم ترشح الرئيس، كان أن يتحدث عن مرحلة انتقالية لحكومة توافق وطني، ولا نريد أن يتم الالتفاف حول رغبة الشعب الجزائري في الذهاب إلى انتخابات حقيقية، إلى ديمقراطية حقيقية. وبالتالي المرحلة الانتقالية اعتقادي يجب أن تكون تحت إشراف حكومة تكون نتيجة مشاورات واسعة لأسماء وأشخاص لديهم مصداقية في الشارع الجزائري.